شهر رمضان المبارك نستغله ونأخذ كل الوقت لحتى نعيد ترتيب أولوياتنا بشكل صحيح ونكرس أغلب وقتنا لتعزيز الطاقة الروحية بشكل سليم. وأكيد ما بدنا ننسى كيف نقدر حتى نقدر نبني قدراتنا من أول وجديدة ونستغل هذا الشهر لحتى نعزز قدراتنا والمهنة ومن جميع المجالات بشكل الفعال والسليم بحياتنا ومهنتنا اليوم. يا سلمى أكيد عفاف، ودائما بعض الناس بتختلف شوي بهذا المجال. صحيح. البعض بيحس أنه عنا خمول، ما عنا قدرة نشتغل شيء ونحنا صايمين، لازم نرتاح أكثر، بيخاف أنه هو يعمل مجهود إن كان مجهود عضلي أو مجهود فكري، ولكن مع العكس تماما، الصيام ممكن يساعدنا أنه نحنا نقوي تفكيرنا، مو بس طاقتنا الروحية، نقوي تفكيرنا وأيضا نقدر نشتغل كل أشغالنا. كيف فينا نوظف كمان الطاقة الروحية الموجودة بهذا الشهر الفضيل حتى نزيد إنتاجيتنا بشكل صحيح؟ وغير كتير من التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفنا اللي صار بالاستوديو الدكتور منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية. يسعد صباحك دكتور، ينعاد عليك رمضان كريم. رمضان كريم. يسعد صباحك دكتور ورمضان كريم. خلينا بالبداية نعرف من حضرتك دكتور، يعني هو هذا الشهر معروف لحتى نقدر نحن نعزز كل طاقاتنا وتعزز كمان الطاقة الروحية، شو اللي بيخلي الناس هون تلجأ للتراجع والخمول والكسل عن مهامها؟ أول شيء شهر رمضان يعني هو شهر مبارك كله طاقة روحية مثل ما أنتوا ذكرتوا، وهناك يجب أن يكون بناء عقلي فيه. الميزة تبع رمضان أنه منظم جدا، يعني أوقات الأكل فيه وأوقات الإفطار وأوقات الإمساك كلياتها منظمة موحدة، فهذا الشيء بيعطينا مجال دائما أن يكون وقتنا منظم حسب هذا التوقيتات تبعته. هذا بيترك لنا مساحة كتير كبيرة من الوقت نشتغل على حالنا. نحن عنا على سبيل المثال مؤسسة إدارة الموارد البشرية عنا برنامج بناء القدرات للمتطوعين وكوادر المؤسسة دائما برمضان، فعنا شهر كامل كل تقنية أو مهارة نحن ناقصتنا منعوضها دائما بشهر رمضان، لأنه أوقاته منظمة جدا بنقدر نحط مساحة من بناء القدرات بتكون شغالة مع الكل. يعني ما في حدا ممكن يقول لك أنا لا في عندي عشاء أو في عندي غداء أو في عندي فطور، بتكون موحدة الأوقات على الأقل. هذا الشيء عم يعطينا مساحة كتير كبيرة، جربناها هذا ثالث رمضان وصارت نقطة جذب للآخرين. يعني تخيلي في عنا أشخاص ما بنشوفهم غير من رمضان لرمضان بس منشان الكورسات. يعني على سبيل المثال عنا كتير أشياء كمان عم نعملها أونلاين، عم بيكون في بعض المدربين موجودين خارج سوريا، عم نعمل بس منصة افتراضية وعم يجي حضور كأنك عم تحضري فيلم فيديو سينما وتفاعلي. يعني عم نعمل مثلا في عنا أسبوع الذكاء الاصطناعي، هلا مين ما كان عنده خبرة بهذا الموضوع من أي دولة بدول العالم من مريديننا نحن الأشخاص الموجودين وأعضائنا، فهن عم يعطونا بكل دول العالم، يعني بكل الدول خارج سوريا وشو هي وين وصلت وشو الأصوات وشو السهولات تبعتها. فنحن ما عاد اختصرنا أيضا بشهر رمضان مثلا على أشخاص يكونوا حقيقيين موجودين معنا فيزيائيا، نفتح المنصات وموجودين إحنا عم نتدرب. غير هيك بعد الإفطار في عندك مساحة كمان حلوة، يعني كمان الواحد بيكون بعد ساعة ساعتين من الإفطار بيكون هو شخص جاهز لتلقي معلومات. في ناس بتحب لزاوية التسالي بتروح بتتسلى بتحضر مسلسلات رمضانية، في ناس بتقلك لا أنا إجا هذا الوقت هالساعتين ثلاثة أنا بدي أعبي وقتي فيهم بطريقة أنه تنبنى قدراتي، وهذا عم بيصير إقبال بعد الإفطار كمان مثل قبل الإفطار. فأنا حاسس أنه بشهر رمضان هو شهر بناء القدرات، ماني حاسس أبدا هو فترة انتظار للإفطار وكسل أو أنه ما في طاقة عند الواحد أبدا. يعني احنا ما بعرف كيف عم يمضى اليوم الحقيقه بين العمل الحقيقي تبع الشخص وبين زاويه بناء القدرات. انا بنصح الاشخاص دائما انه هذا الشهر هو شهر منظم باوقاته، يستغلوه وينظموا ايضا كل المهارات اللي ناقصتهم. عندنا انطلاقه عده مشاريع نحن بتكون بعد رمضان بنقدمه شغل العالم على حاله برمضان، كانه طاقات كامنه روحيه وطاقات ايضا بالمهارات. اكيد. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن بعض الجوانب اللي هي ممكن تساعدنا لحتى نبني قدراتنا خلال الشهر الفضيل وممكن نستثمرها، اذا فينا هيك نذكر كمان امثله. تمام. هلا بعض الجوانب الهامه انه احنا دائما بتعرفي وقت يكون الواحد بغير شهر رمضان بيكون طول النهار شاغله عده امور تسالي بترتبط بالاكل وبالمثلا خلينا نقول بالمنبهات الزايده اللي هي هلا احيانا بنفتقدها باول اسبوع لحتى نقدر نعمل عمليه برمجه لنفسنا انه ما نتقبل المنبهات صباحا وننطلق بهالشيء. هذا الفراغ اللي هو تبع اوقات انت ما بتعرفي قديش بنجمع ساعتين لثلاث ساعات خلال ساعات الصيام هي كلها رايحة على شغلات، كلها أمور عبارة عن ديستراكشن نحن ما بناخذها بعين الاعتبار. جمعي دقائق بيطلع معك ساعتين لثلاث ساعات فراغ.
هدول الساعتين ثلاث ساعات دائما عندك وقت تعملي فيهم شيء. وفي اوقات بتوقف فيهم الحياه، بتعرفي انت تماما يعني ما في مجال تشتغلي، يعني هي اوقات منظمه جدا. هذا الوقت عم بيقول لك اجباري روحي انت وقلبي يومك ليوم ثاني، او روحي وفكري بشيء ثاني. عمليه التواجد ايضا اللي عندنا عم بتكون ميسره جدا برمضان، بريد ساعات الذروه، امور المواصلات مهيئه جدا عندنا، يعني بتلاقي في حركه بطيئه، فبتلاقي وصول المستفيدين دائما لعنا لاماكن التدريب عم بتكون اسهل قبل ساعات الذروه اللي هي بدها تكون قبل الافطار. فنحن طبعا نحن بنصرف الاشخاص المتدربين قبل بساعتين من وقت الافطار مشان يكون في عندهم مساحه للوصول. فانا عم شوف ناس منظمه جدا، عندها مساحه من الوقت اكبر، عندها كل يعني كل ملكاتها معك برمضان، يعني هي جاهزة لتلقي أي معلومة، ما في أي نوع من الإلهاء اللي عم يفكروا فيه. فصرنا لحنا دائما ميزة بناء القدرات عم نحط هذا البرنامج حصرا مربوط برمضان، وبعد ما نخلص رمضان بنتمنى أن يكون في شهر شهرين مثل رمضان نكون منظمين فيه بالأوقات، لأنه هذا عم يعطينا مساحات كبيرة لإلنا، عم يعطي قدرات لحنا كمان. في أشخاص، أعطيكي ميزة تانية، في أشخاص ما بيقدروا أيضا يتفرغوا ويعطونا المهارات غير برمضان، بيكون وقتهم سلو مثلا بالنسبة لهم، مو كتير عليهم طلب هدول المدربين بأوقات رمضان. بتعرفي بعض الشركات بتتجنب لأنه بيكون الأوقات قصيرة الدوام، والوقت بيكون كتير مكثف ساعات العمل، فبيكونوا هدول المدربين فرصة كتير كبيرة كل أوقات فراغهم داخل رمضان. فإحنا بيكونوا نحن كتير من ثلاث سنين بيقولوا لنا ما حدا عم يستثمر الوقت قدكم، لأنه مستحيل تجولنا أنتوا خارج أوقات رمضان وتلاقونا بهي الأوقات من النهار في التدريب نكون متوفرين. فاستغلينا فرص كتير كبيرة لحنا، يعني حركنا سوق التدريب وبناء القدرات بأوقات كان منسي هذا السوق. بكرة بتلاقي بعد رمضان ضغط كتير كبير على نفس الأشخاص المدربين، على نفس المصادر من التدريب، وبيقلك ما في وقت لا عند الموظف ولا عند المدرب أو مزود الخبرة أو المهارة. ذكرت دكتور أنه بادرتوا من خلال جمعية إدارة الموارد البشرية إلى تدريبات وكورسات للناس. اليوم ما هي التدريبات؟ شو عملت عناوين مهمة كانت؟ ومن كان أكثر المستفيدين من الفئات الموجودة؟ الحقيقة نحن كان في عنا ملتقى فرص عمل تم بشهر 11 2023، واجتمع أكثر من 50 مدير شركة ومدير موارد بشرية بسوريا، وأطلقنا مهارات الأكثر طلبا بسوق السوري وبسواق المجاورة مثل سوق دبي مثلا والأسواق الدول العربية اللي هي دول الخليج. طلع معنا 36 مهارة رئيسية، أهم شيء عم ندرب على 12 مهارة الأولى منه اللي هي متطلبات لسوق العمل، قطعنا أشواط. طبعا هي المهارات عم تتقدم بطريقة تستخدم بسوق العمل وليست كمهارة نظرية. يعني على سبيل المثال بعطيكي هلأ أكترية أصحاب العمل بدهم يوصفوا أشخاص صاحبين قرار بيساعدوا على حل المشاكل واتخاذ القرار، يعني هلأ حل المشكلات عندنا صار جزء من عملية التوظيف. فالموظف الاعتيادي اللي كان من الأول عم يتوظف على مهاراته، واحدة من الأشياء اللي يختبر عليها بمقابلة العمل هل تستطيع على حل مشكلة وتقديم مبادرة ورأي لاتخاذ القرار، بيكون هذا عامل جذب لإله وبيكون علامة لإله بتأهله وبتسقله إنه ياخذ الوظيفة. فالآن أصحاب الأعمال عم ينادوا للشركاء وليسوا موظفين عاديين، يعني صاحب العمل بيتمنى الموظف اللي عنده يفكر معه بطريقة إنه يكون فيه هو مولد للدخل وليس هو عبء إداري على أصحاب الشركة. هي واحدة من المهارات، بس عم نعطي هي المهارات كلياتها بطريقة قريبة لسوق العمل وليست نظرية. يعني من قلك بتقولي هذا العنوان إدارة وقت، ما من قلك إنه الوقت مؤلف من أوقات كذا وأوقات كذا إنه زروة وكذا، لا، من قلك إدارة الوقت هي أن تديري الوقت بشكل منظم وتستخدمي لصالح الشركة ببناء قدراتك وبناء قدرات الشركة. يعني عم نعطي المفاهيم. غير هيك عم نصور ريلات مدتها كلها دقيقة ونص، عم بتكون عبارة عن ترويج للمهارات خفيفة على الحضور. في حال بدك تعمق فيها أكثر بتحضري كورس فيها أكثر. يعني عم نواكب شوي صغيرة لغة العصر، إنه الإنسان مثلا واحدنا بيحب يتابع شغلة كتير قصيرة، إذا حبه ممكن يروح للرابط تبعها ويبني قدرات فيها. وعم تلاقي تفاعلات مخيف التفاعل، مو بس هيك. بدي أعطيكي بس ملحوظة صغيرة، إنه السوق السوري هون بما إنه صار مورد للعمالة للسوق الخليج، فعم تلاقي الإقبال من برا ومن عنا. يعني كلياتهم، حتى في ناس تشتغل مثلا بدول مجاورة ما عندها الوقت ولا القدرة المادية تحضر كورسات غالية بتكون، فبتلاقيهم عم يتوجهوا عنا. يعني عنا احدى الكورسات الحضور كان من اوروبا بنسبة 40% من شبابنا الموجودين برا باوروبا، ومن دول الخليج اكثر من 22%، يعني الباقيين كلياتهم 38% كانوا من داخل سوريا فقط. اكيد
طيب دكتور منير، خلينا كمان نحكي عن فكرة كتير مهمة. اليوم حضرتك قلت أنه صرنا عم نستخدم الأونلاين حاليا لحتى كمان نشتغل من خلاله مع كل العالم الموجودين سواء بسوريا أو خارج سوريا. أهمية مثل هذا الشيء وقديه يمكن كمان فتح مجالات واسعة لعملكم لينتشر خارج سوريا أيضا. تماما. هلأ مثل ما حضرتكم بتعرفوا أنه ما قبل الكورونا غير ما بعد الكورونا، الفترة اللي هي قعدنا فيها ببيوتنا فبرزت أهمية العالم الافتراضي. أكيد. رجعنا لحنا كلياته وتعافى العالم كلياته، بس ما عاد قدر يتعافى من عملية الاستفادة خلال العمل عبر الانترنت. فهلأ غير العمل عبر الانترنت أصبح التدريب ضروري. هلأ لحنا بكل ورشاتنا التدريبية صارت متزامنة، يعني لحنا بنشرح وعنا حضور صفي مثل عادة التدريب، وعنا أيضا ناس بتحضر من بيوتها، نفسهم اللي قاعدين بالصف يمكن الأسبوع اللي بعده يكون عندهم مشاغل ما يقدروا يحضروا، حيكونوا هن وراء الأونلاين وأشخاص تانين يحضروا معنا. هالمرونة هي عطت كتير مجال واسع للأشخاص، إنه ما عاد في حجة إذا أنا كنت مشغول أنا ما أحضر كورسات وطور بنفسي. وغير هيك عم نعطي ريكوردينج، يعني جلسة عم تضل مسجلة 3 شهور، يعني أنت ما حضرتيها هلأ بتراجعيها ببيتك أكثر، تقدري تحضريها على وقتك، يمكن تكون هي محل زاوية مسلية كانت عندك. فالأونلاين عطى أريحية بشكل خاص للناس الوركينج بيبول اللي هن بيشتغلوا بنفس الوقت منتجين وبنفس الوقت ما عندهم وقت يطوروا حالهم، فهذا عطاهم مساحة حلوة كتير. وعم بيصير تزامن، مثلا في كتير أشخاص ما بنقدر نحصل عليهم هن بريد سوريا، عم يفضلنا زوايا من وقتهم وعم تنعطى أونلاين. فلحنا عم بيكون لحنا بس هي أنت منصة جيدة بتكون بيئة افتراضية جيدة، الحضور مرتاح، أمني عملية تواصل لكل الحضور، والحمد لله هلأ صارت عم تتوفر كل فترة عم نلمس شيء أفضل، يعني التقنيات كلها عم بتعاصر هذا الشيء عم بتواكب. هلا ان شاء الله احنا بعد فتره قصيره كثير يعني صرنا نسعى وراء الفايبر انه يكون في عنا تمديدات مستقره للانترنت، بحيث انه تكون في عنا شيء مستقر غير انه يكون وراء الفورجي والشغلات اللي هي غير مستقره احيانا. فهذا الشيء عم يعطي جدوى كبيره، شريحه المتدربين اكبر، عم يصير في حضور عالمي، بتصير الكورس حتى لو محلي بالطابع بتلاقي انترناشونال بالحضور. طيب اليوم شو في هيك أهم نصيحة ممكن تعطيها لكل الشباب والصبايا اللي بدهم ينضموا لسوق العمل، اللي عندهم مهارات اللي عندهم قدرات بدهم ينموها، وممكن هاي النصيحة كمان تصحح معلومات تكون خاطئة بالنسبة لهم؟ أنا بنصحهم إنه هلأ ينطلقوا من شهر رمضان، نحن شهر غذاء الروح والطاقة والعبادة، وبنفس الوقت جزء كبير من عبادتنا هو تطوير أنفسنا. فهلأ من هلأ من شهر رمضان يبلشوا يحضروا كورسات، المنصات الافتراضية عم تحقق لهم هالميزة بشكل كتير احترافي، عم بيشوفوا أفضل المدربين وأفضل الكورسات متاحة لهم من خلال العالم الافتراضي. فما ما يستقلوا أبدا بهي المزية اللي عم ياخدوها، يجهزوا حالهم كتير. ما في شيء اسمه شهر أنا بكامله قاعد بالبيت لأنه أنا محروم من القهوة أو أنا رايحة طقوسي اللي أنا كل يوم عم بتسليني، بالعكس برمج حالك كتير. الشيء الثابت الوحيد بعالمنا هو التغيير، فأنت اعتبر أول تغيير أنت عم تتبرمج معه هو عملية الشيفتينج، عملية المناقلة بأوقات رمضان. فأنت هالمساحة الواسعة جدا طور حالك فيها، ما عاد صح لك أبدا بغير خارج هذا الشهر. نظم وقتك من الآن وانطلق بمهاراتك، ولا تستقل بأي مهارة تقول أنا أخذتها قبل هيك بدي شو بدي أقدم لي شيء جديد. كل مدرب وكل عملية تدريب تضيف شيء جديد ما مر عليك بالتدريب سابق. أكيد. طيب دكتور منير كمان خلينا نحكي، اليوم في كتير شباب بلشوا مشاريعهم من خلال السوشيال ميديا، ونحن بنعرف أن جمعيتكم بتدعم كل المجالات وبالأخص اللي شغلهم أونلاين. هل في شيء جديد ممكن قريباً نشوفه بهذا المجال؟ الحقيقة أطلقنا كورس بسيط كان هو عبارة عن صناعة محتوى. صناعة محتوى هي الناس اللي بتعرفها بس هي عملية صياغة وريفريزنج وكتابة ونشر على البوستات. لا، اللي احنا عم نطلقها بطريقة تكون متكاملة، مونتاج، عملية صياغة فكرة، تسويق إلكتروني، عمليات كلياتها، كيف تروحي تخلقي حضور، كيف تصنعي محتوى يقدر يجذب شريحة بدك إياها، يعني تتوجهي وتوجهي بنفس الوقت. هذا كورس صعب كتير كان لأنه زواياه كتير متكاملة، بيطلع منه الشخص ممكن يدير صفحات إلكترونية لمواقع ولشركات كبيرة. الحمد لله في عنا قصص نجاح، في أشخاص كتير تخرجوا هن رواد أعمال وهلأ هن يعني من امتنانهم للمؤسسة عم يدربوا معنا مجانا لزملائهم أيضا لعملية نقل الخبرة هن. بالنسبة له السوق متعطش جدا لهي المهن،
وصارت الامور يعني كنا دائما انا بحسدهم لهذا الجيل انه عندهم شريحه من الزبائن بالملايين بفتح صفحه الكترونيه، نحن بدك ترخصي الشركه ولحتى تصنعي زبائن يتعرفوا عليك كنا نقطع اشواط وازمان كثيره، يعني هلا متوفره بكل سهوله، هلا بوست صغير يعمل ترند صغيره ويقدر هذا المنتج يوصل للناس الحقيقيين، بتلاقي صار عندك فولورز وصار عندك قاعده وصار عندك انتشار، احيانا بيوصل فيروسي فايرل بتلاقي ملايين الناس عم بيتابعوا بس شيء معين كان متميز عندك. فهلا دائما الصراع اللي احنا عايشينه والحرب اللي احنا عايشينها حرب الرياده، شوفي عندك افكار جديده ما عاد في مجال وليس هناك سوق للافكار الباليه المتقادمه، هلا نحن كل واحد لازم يطور حاله عشرات الاضعاف عن قبل لان صار سوق متسارع جدا متعطش لاي شيء جديد. بنصحهم هلا حتى بالاضافه لمهاراتهم لطبيعه عملهم يطوروا الجزء الالكتروني منه لانه ما عاد في مهرب منه نهائي. اكيد لانه هي لغه العصر. بالنهايه بدنا نشكرك دكتور، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لكم، رمضانكم كريم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله.